السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في ضيافة اخونا عادل ما شاء الله ربنا يبارك في حلاله. دي الغرفة اللي هو عاملها حمام الشركة الاحمر تيتان احمر. ده حمام الشركة كله بختم الحمام كله بختم الشركة. لان في ناس كتير بتشكك وبتقول مفيش حمام غير الابيض. هذا ختم الشركة. هذا ده ختم الشركة. بسم الله. نفس اللي صورناه قبل كده كان برضو الحمام اللي احنا واخدينه ومنزلينه مصر كان من حمام عادل ما شاء الله عليه. ربنا يبارك في حلاله يا رب. بسم الله ما شاء الله. شوف بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده الحمام. في ناس بقى تعمل ايه بقى؟ يضغط من هنا ويضغط من هنا يقول لك شوف الصدر. الحمام لوحده اهي. شوف اللحم. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. استنى بقى من جنب الغرفة. الزغلول شوف العظمة داخلة داخل. لا انا ضاغط بصبعي ولا اي شيء. بسم الله ما شاء الله. ودي الدبل اللي احنا اتكلمنا عليها دبل الشركة اللي في الرجل. تبقى لونها وردي للنتاية. وده ختم الشركة في الجناح. كله بسيريال نمبر. والذكر بتلاقي الختم بتاعه لونه اورنج شوية او برتقالي. ده ختم الذكر. دي الالوان يا جماعة. ده لون توني من الاحمر اهو. يعني احنا بنقول عليه عندنا كموني. ختم الشركة. ده ختم الشركة. الميزة عند عادل عندنا. شوف كمان عشان الناس اللي بتقول ما فيش حتى الاحمر اهو. امريكي حمام امريكي اهو. ختم الشركة اهو. ختم الشركة. والدبلة الوردي للنتاية. الميزة عند عادل ان عادل عنده لاحم فقط لا غير. وكمان الميزة عند عادل ان عادل مش بيدخل الابيض على الاحمر ولا السيلفر على الاحمر او على السيلفر على الابيض او الابرق على الابيض. كل حاجة حاططها في مكان لوحدها. بسم الله ما شاء الله. شوف العظمة مختفية. لا انا ضاغط بايدي ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. شوف حجم الحمامة. شوف مثلا حجم الذكر وحجم النتاية. شوف ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. صعب ان انت تعرف تمسك الفرد الذكر بايد واحده. دير بالك عادل عشان الخيط هذا يقطع الرجل. شوفوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الحجم. شوفوا حجم الصدر. شوف ما شاء الله الفرد ما شاء الله من عافيته وكبره صعب ان انت تعرف تمسكه بايد واحده. شوف ما شاء الله الصدر عرض الصدر. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. شوفوا الذكر حجمه. بسم الله ما شاء الله. كله بالختم يا شباب اهو. عشان ايه الناس اللي بتتكلم؟ كله بختم الشركه. ختم الجناح والنتايه اللون الوردي. دبله النتايه اللون الوردي. بسم الله ما شاء الله. الحمام ده كله يا جماعه جاي من الشركه الفرنسيه. تمام. ودي الغرفه لوحدها غرفه اللون ده احنا بنقول عليه احيانا سيلفر. وناس تقول عليه كموني وناس تقول عليه مفصص. وبرضه بختم الشركه. بختم الشركه. الدبله الوردي نتايه نايمه على سلامتك. ما شاء الله. هنروح بقى للغرفه الثانيه اللي فيها الابيض. ده ما شاء الله يا جماعه ده اول انتاج. ده من انتاج حمام الشركه الفرنسيه وده اول انتاج لهم. حمام ما شاء الله بايض ويمكن مطلع كمان مفرخ. ودول اولاده المفروض عادل بس نسى ايه يفصلهم يفطمهم دول ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صعب ان انت تمسك الفرد لوحده.
بإيد واحدة. صعب صعب ما شاء الله ما شاء الله. الدبل العادي اللي هي كلها، كل ده من إنتاج حمام الشركة. شوف الحمام ما شاء الله عافية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، شوفوا شوفوا الخط اللي في النص الصدر، الصدر ما شاء الله. شوفوا العرض بتاع الصدر، بسم الله ما شاء الله. ده أول إنتاج لهم، يعني كل ده لسه شبابات، يعني شوف عليهم كام ريشة كده، يكون لسه عليها ريش. أهو أهو يا جماعة، تعالى ثلاث ريشات، ثلاث ريشات ومعاه زغليل ومعاه بيض، ما شاء الله ما شاء الله. دي تشوف اللون ده كمان يا جماعة، ده اللي هنا بيسموه الأبرق، اللون ده بيسموه الأبرق. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ده بيسموه هنا الأبرق، الأبرق منه اللون ده واللون الأحمر واللون الأسود واللون الأزرق، أربع ألوان من اللون من الأبرق. بتلاقي الحمام كده في بقع، ده بيسموه الأبرق. وعادل الميزة في عادل إن هو الألوان كلها مع بعضها، لا بيدخل أبيض على سيلفر ولا على أحمر ولا على أي شيء. بسم الله ما شاء الله. ودي كلها لسه زغاليل مفطومة يا جماعة، دي زغاليل مفطومة ما شاء الله. شوف الفرد واقف عامل إزاي، شوفها ما شاء الله يا جماعة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله. ده زغلول يا جماعة، لسه ما فكش ولا ريشة، لسه ما سقطش ريش. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوف الصدر عامل إزاي، يعني ما شاء الله بالشبر ما شاء الله. عادل هنا عامل صالة حديد وشايل الحمام حديد ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. ده الأبرق يا جماعة، ده إنتاج وفي غرفة لوحدها لحمام الشركة الأبرق. نشوف إيه تاني، ده أحمر برضو من الإنتاج أهو، ده أحمر من الإنتاج، بركبهم على بعض لسه شباب أهو، وتحتهم بيض أهو. والبيض يا جماعة أهو قرب يطلع خلاص، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا الصدر، شوفوا شوفوا وقفة الحمامة عاملة ازاي، شوفوا وقفة الحمامة، الحمام الشركة الحمامة فيها تدويرة كده حلوة كده، بسم الله ما شاء الله. ده الابيض ده برضه حاجات عادل مركبها لسه، كل ده شباب لسه، كل ده شباب لسه اول شغله، معاه زغلول ومعاه بيضه، البيض قرب يفقس برضه، معاه زغلول. شوف الزغلول بقى الابيض ده من ده من يعني حفيد حفيد ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مفيش عظم خالص، مفيش عظم. شوفوا ما شاء الله الصدر، عرض الصدر، عرض الصدر، بسم الله ما شاء الله. حوالي 12 13 سم عرض الصدر، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه اللحم، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللحم اعلى من العظم، اللحم اعلى من العظم. شوف جزء احمر ثاني هنا برضه اهو ما شاء الله، كانك حاطط ايدك عند كلب. ده الحمام اللي تلاقيه عصبي وعافي كده، تعرف ان الحمام ده حنين جدا. خلينا نجيب الضيف ما شاء الله 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 ما شاء الله. شوفوا يا جماعه عرض الصدر، شوفوا ما شاء الله عرض الصدر، لا انا ضاغط بايدي من تحت ولا حاجه اهو. اه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. طبعا تعبين عادل معانا، عادل هو اللي بيصور، معلش يعني عادل. يعني خلينا نشوف الزغاليل، بسم الله ما شاء الله. ده جزء حمر مفصص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الفيديو ده بسم الله ما شاء الله. ده أبرق كله أول إنتاج، أبرق أحمر كله أول إنتاج، كله أول إنتاج، حمام أول إنتاج،
بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة الصدر ما شاء الله، شوفوا العرض بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. انت بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، ده لسه جاي من الجيم. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. انا فاتح ايدي خالص اهو عشان في ناس بتصور وتضغط بصابعها من هنا ومن هنا، يقول لك شوفوا اللحم شوفوا اللحم وهو ضاغط بصبعه. انا سايب ايدي خالص اهو ما شاء الله. نروح عليها. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوف الزغلول يا جماعه بسم الله ما شاء الله. شوف ايدي، ايدي بسم الله ما شاء الله. صعب ان انت تعرف تمسك الزغلول بايد واحده والله، والله العظيم صعب. بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه اللحم، العظمه العظمه عامله نفق. العظمه هذا اول فروخ، اول انتاج له، اول فروخ، اول انتاج، ما شاء الله بيضين كمان ما شاء الله. ميزة انك تلقى لك على طول من اللي يطبون تحت فروخ على طول بيفقس على طول. شوفوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني والله ما شاء الله مقارب على الروماني، والله مقارب على الحمام الروماني والله العظيم ما شاء الله. يعني صعب، صعب ان انت تعرف تمسك الفرد بايد واحده والله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا الحمامه اللي يجي يشتري لحم لازم يشتري لحم ويشوف الانتاج، ما يقولكش انا عندي لحم ويعرض لك بقى والحمام ماشي يتمخطر ويترقص وما فيش انتاج. لا، شوف الانتاج بتاع الحمام، حمام معاه زغاليل ومعاه بيض ما شاء الله، وده اول انتاجه وكله شبابات يا جماعه، عليه ريش لسه، الحمام كله عليه ريش، عليها اتنين اهي، الحمام كله عليه ريش، الحمام كله عليه ريش يا جماعه ما شاء الله. يا جماعة دي ده انتاج، كل ده انتاج عليه ريش، عليه خمسة وستة. راح تول بعد، هاي توني فاكر، صار له يمكن شهر شهر. عمره شهرين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، الوانه الوانه. هذا الحمر كلها سلالة حمر مع بعض. هذه كلها من الحمر. ده انتاج، وهنا برضو ما شاء الله الأبرق. ما شاء الله، حتى في حمام شبابات في في باضطة. في واحدة باضت هناك وفي واحدة باضت هنا كمان. شوف ما شاء الله يا جماعة حجم ال حجم ال دي، كل دي شبابات صغيرة، كل دي شبابات صغيرة، وفيهم حمام ما شاء الله بشر اهو، في حمام بشر وباض اهو ما شاء الله، كل دي شبابات صغيرة. عادة طبعا بيسيبوا من هنا، واللي بيتجوز بياخده يوديه في السلكات هنا. كل ده من الانتاج ما شاء الله. دي الغرفة اللي فيها الحمام الابيض اللي بخدمة الشركة الفرنسية. حمام ما شاء الله اهو معاه زغاليل وبيض ما شاء الله اهو. طبعا احنا داخلين ايه من فصل لفصل، وهو لسه فاطم شوية حمام. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حمام تحته زغاليل ونايم على بيض بسم الله ما شاء الله. الحمام يعني الصورة أو الفيديو خير دليل، يعني اللي أنت شايفه بسم الله ما شاء الله. شوف وقفة الحمام عاملة إزاي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عرض الصدر. شوفوا ما شاء الله عرض الصدر بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حمام الشركة الفرنسية النتاية بتبقى باللون الوردي، وطبعا في ديكورة الدبل دي طبعا لما بتطول شوية، وخصوصا ان الجو هنا صعب في الكويت، الدبل بتتكسر. الدبل اللي هي الكبس بتاعت الشركة اهي، ده الدبل الذكر مكسورة اهي، عشان اللي يشوف حمام من غير دبل، الدبل اهي مكسوره بسبب الجو هنا، الجو هنا صعب، تبقى كبس كده. الدبل هذه تتكسر، بتتكسر زي الدبل الفك وتركيب عندنا، بس دي اقوى شويه، بس مع كده بتتكسر برضه. ان شاء الله ربنا يبارك في حالك يا عادل. الله يجزاك خير. وان شاء الله عن قريب، احنا بنوعد الناس كلها عن قريب لما الشحن بس يفتح
اللي عايز حاجة يا إما يتواصل مع عادل مباشرة، أو عايز مثلا أنا أتواصل مع عادل وأجيب له اللي هو عايزه، أو لو حد عنده هنا حد قريب ويجي معايا ونروح لعادل ونجيب اللي هو عايز زي ما هو عايز. عادل يعني ما بيتأخرش عن الناس يعني، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في حلال ورق. الله يجزاكم خير. حياك عادل، أشوفك على حليب. بسم الله ما شاء الله. العظمة جوه خالص، العظمة مش باينة، شوف. بسم الله ما شاء الله. اللحم أهو. راح طبعا بحطت صبعي اهو، شوف اللحم. بسم الله ما شاء الله. شوف الزغلول، الزغلول اهو. اللي بتقول الالوان، الالوان حمام بختم الشركه، بختم الشركه اهو. شفتوا اللون ده اهو؟ شفتوا اللون ده؟ تايجر اهو، تايجر بختم الشركه اهو. بسم الله ما شاء الله، ده الختم اهو. طبعا الدبله اللي في الرجل اهي، دبله الشركه كمان اهي. بسم الله ما شاء الله، حمام بختم الشركه. بسم الله ما شاء الله. هذا اسم الشركه من تحت بعد موجود، هذا اسم الشركة. اسم الشركة اوروبيجن. ايروبيجن، ايروبيجن زي ما احنا عملناه قبل كده في الفيديوهات اللي صورناها قبل كده، وكان حمام برضو من عند عادل. ما انتش هتسيبها يعني دي؟ هتسيب؟ ما شاء الله. يا جماعة شفتوا اللون ده؟ اسود خالص اهو. قرنفلي زي ما احنا بنقول في الصوافة، قرنفلي. دعايه لعادل، بس انا عارف ناس كتير في الكويت، بس عادل بسم الله ما شاء الله عليه، الناس اللي هي يعني زي ما احنا بنقول عليهم في مصر ابن بلد، وراجل بتاع كلمه يعني، راجل بتاع كلمه ما شاء الله عليه. طبعا امرك يعني، ويكون لاي حد نصيب انه ياخد حمام من حمام عادل. واديكم شفتوا الفيديوهات اللي احنا عملناها في مصر، الفيديوهات كانت عامله ازاي والحمام كان عامل ازاي. اللي عنده فرقات في مصر محمد عيد، واعتقد هو بينزل فيديوهات كتير عنها. اتمنى بس ان الشحن يفتح السنه دي، عشان الناس في ناس كتير طالبه مني حمام، باذن الله ربنا ييسر ونقدر نوفر لهم اللي هم عايزينه، بس الشحن يفتح بس.